بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس السابع اللي خاص بتقنية الـ Entity Framework. في هذا الدرس سنناقش Stored Procedures and Entity Framework. أنا محمد إماد عرفة. في هذا الدرس سنتعرف على كيفية التعامل مع Custom Stored Procedures من أجل أن نقوم بعمل Insert, Update, Delete Operations وذلك عن طريق استخدامي للـ Entity Framework. أوكي، رح أروح الآن مباشرة على Next Slide. بالبداية رح أقوم بإنشاء Table رح أسميه Employees بيحتوي على ID, Name, Gender سالري. لاحظ ما عندي هنا انه الاي دي هو عباره عن ايدنتيتي كولوم، فبالتالي هو اوتو انكريمنت، فبالتالي بقوم بعمل زياده بشكل خلينا نحكي اوتوماتيك. الان خلينا نقوم بالبدايه بانشاء هذا التيبل. راح اروح مباشره على مايكروسوفت سيكوال سيرفر مانجمنت ستوديو. راح اقوم الان بالبدايه بانشاء هذا التيبل اسمه امبلويز على قاعده البيانات اللي اسمها سامبل، وكذلك اذا راح اقوم بعمل انسيرشنز عمليا على هذا التيبل، فبالتالي اصبح هذا التيبل عماله بيحتوي على ديتا. فلو بروح الان مباشره بعمل select من هذا التيبل اللي اسمه فعليا employees، ومباشرة بعمل عندي هون اللي هو execute، لاحظ نقام بعرض عندي الديتا. تمام، الخطوة رقم 2 اني انا فعليا رح اقوم بعمل اللي هو stored procedures للinsert والupdate والdelete، فبالتالي انا already قمت بتجهيزهم عندي هون. فلاحظ انه هذا هو stored procedure اللي خاص باللي هو الinsert، وهذا هو الستورد بروسيجر اللي خاص بالابديت، فبالتالي بامكانك بكل بساطه تعمل له اللي هو اكسكيوت، وايضا عندي هذا هو الستورد بروسيجر اللي خاص بالديليت. اوكي، فبالتالي الان اصبح فعليا عندي ستورد بروسيجرز، فبالتالي لو بروح ضمن عندي سامبل ضمن بروجرامابيلتيز ضمن الستورد بروسيجرز، لاحظ انه هاي هي الستورد بروسيجرز اللي قمت الان بانشائها. اوكي، الان بعد ذلك راح اروح مباشره على الخطوه رقم 3. راح اقوم الان بانشاء عندي هنا اللي هو موديل، وانا هنا عمالي بحكي عن ASP.NET ويب ابلكيشن. راح اقوم بداخله بانشاء اللي هو موديل، او خلينا نحكي ADO.NET Entity Data Model. فخلينا نروح الان مباشره على مايكروسوفت فيجوال ستوديو. خلينا نيجي الان ننشئ بروجكت. راح يكون هذا البروجكت فيجوال سي شارب ASP.NET ويب ابلكيشن. راح اسمي هذا الابلكيشن هو فعليا ديمو، وطبعا راح يكون Empty Web Form Application. الآن تم إنشاء هذا الابليكيشن. الآن بداخله رح أقوم بإضافة ADO.NET Entity Model، فبالتالي رح أعمل Right Click عليه Add a New Item. رح أروح مباشرة ضمن الديتا وأختار عندي هنا اللي هو ADO.NET Entity Model. رح أسمي عندي هنا اللي هو Employee Model، وبعدك مباشرة رح أختار عندي هنا اللي هو Entity Framework Designer From Database، وبعدك مباشرة رح أقوم الآن بعمل Next، وبعدك رح أقوم الآن بعمل Connection. وأنا عندي هنا اللي هو اسم، عندي هنا اللي هو محمد فورورد سلاش اللي هو عرفة، فبالتالي بإمكانك أنك تعطيه الاسم تمام اللي هو السيرفر زي ما احنا فعليا شايفين. وبعد هيك انا راح اعمل عندي هون اللي هو ويندوز اوثنتيكيشن. بعد هيك راح اقوم مباشره باختيار اسم قاعده البيانات، راح اضغط على تيست كونكشن حتى اتاكد انه الاتصال ناجح. لاحظ انه اعطاني تيست كونكشن سكسيدد. بعد هيك مباشره راح اقوم بعمل ستارت. بعد هيك راح اقوم الان بتسميه هذا الكونكشن بامبلوي دي بي كونتكست، وبعد هيك مباشره راح اقوم بعمل نيكست. راح اختار انتيتي فريم ورك اللي هي 5.0، طبعا بامكانك انك تختار 6.x، لكن انا فعليا راح استخدم عندي اللي هو Entity Data Source Control، والEntity Data Source Control هي compatible مع الفيرجن اللي هو اللي أقل من 6، لذلك أنا استخدمت عندي هون اللي هو Entity Framework اللي هو 5.0. بعد هيك مباشرة راح أقوم بعمل Next. الآن راح أقوم باختيار عندي التابل اللي قمت بإنشائه اللي هو Employees، وأيضا أنا بحاجة إني أختار الـ Stored Procedures اللي هم Delete Employees, Insert Employees و Update Employees. أوكي، وبعد هيك مباشرة أنا هون راح أسمي الموديل نيم سبيس اللي هو employee model، وبعد هيك مباشره راح اقوم بعمل عندي finish. طبعا انا هون عملت اللي هو checking للبلورالايز والسنجلرايز وايضا الفورين كي زي ما احنا فعليا شفنا، والان راح انتظر لثم يتم انشاء هذا اللي هو الموديل زي ما احنا راح نشوف. الان تم انشاء عندي هنا اللي هو الموديل. الان لاحظ انه عندي هنا بينت الانتيتي اللي هي الامبلويز والبروبرتيز اللي هي الاي دي النيم الجندر السلري. لاحظ انه ما في عندي اي نافيجيشن بروبرتيز. الان انا السؤال بيطرح نفسه، طب كيف بامكاني اظهر الستورد بروسيجر؟ بكل بساطه بامكانك انك تعمل رايت كليك عندي هنا، وايضا في عندي هنا ما يعرف بالموديل اللي هو براوزر. لو تضغط على موديل براوزر لاحظ انه راح يوديني على اللي هي شاشه اللي هي موديل براوزر. ضمن الموديل براوزر حختار عندي هون اللي هو employee model store. لاحظت انه هنا في عندي السكشن اللي هو خاص بالتيبل والامبلويز، فبالتالي هذا هو التيبل اسمه employees، وهاي هي فعليا الكولومز. لاحظ انه عندي الاي دي هو عمليا primary key،
ايضا اذا بدك تشوف الستورد بروسيجرز بامكانك بكل بساطه تضغط على اللي هو الستورد بروسيجرز فانكشنز، مجرد ما تختار عندي هون البروسيجر بامكانه يظهر لك انه بامكانه يظهر لك البارامترز اللي هو بيتوقعها زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي تمام، اذا فعليا هاي هي خلينا نحكي الخطوات اللي احنا مبدئيا شفنا كيف بامكان انه فعليا نتعامل معها. الان بعدك مباشره خلينا نقوم بانشاء ضمن السولوشن اكسبلورر ويب فورم. فبالتالي حروح مباشر اعمل عندي هون اللي هو رايت كليك اد عندي هون اللي هو ويب فورم، راح اسميها ويب فورم 1 وبعد هيك راح اقوم الان مباشره باضافتها. الان ضمن عندي هون الويب فورم راح اضيف بالبدايه عندي هون اللي هو جريد فيو زي ما احنا فعليا شايفين، وايضا راح اقوم باضافه عندي اللي هو ديتيلز فيو، وايضا راح اضيف عندي هون اللي هو انتيتي داتا سورس زي ما احنا فعليا شايفين. وبعد هيك راح اروح مباشره على الديزاين حتى نعمل كونفيجريشن. الان لو بروح مباشره خلينا نعمل كونفيجريشن للانتيتي داتا سورس، فبالتالي لو بضغط على الكونفيج داتا سورس لاحظ انه مجرد ما اختار ام دي بي كونتكست اعطاني ايرور. ليه؟ لان انا فعليا ما عملت بيلد للبروجكت، فبالتالي خلينا نجي نعمل بيلد حتى لكل السولوشن. لاحظ انه هون عمالي بعمل بيلد للسولوشن زي ما احنا فعليا شايفين، اعطانا عندي هون اللي هو build succeeded. الان خلينا نروح مباشره نضغط على عندي هون على الكونفيجر للداتا سورس، وبعد هيك راح اختار النيم كونكشن اللي هو عباره عن employee db context. بعد هيك راح اضغط على next، وبعد هيك راح اختار التيبل اللي اسمه employees. انا الان راح اقوم بعمل insert وupdate وdelete، فبالتالي لابد اني افعل enable automatic لهاي الoperation. اوكي بعد هيك مباشرة راح اروح واضغط على finish. الان خلينا نروح مباشرة نغير او نتعامل مع الجريد فيو، وبالتحديد راح اغير بالبداية الشكل اللي هو الاوتو فورمات لها، راح اخليها colorful حتى تكون نوعا ما افضل من ناحية الشكل. بعد هيك مباشرة راح اقوم باختيار عندي هون اللي هو عمليا الداتا سورس للجريد فيو اللي هو راح يكون انتيتي داتا سورس 1، وبعد هيك مباشرة انا بدي اقوم عندي هنا بتفعيل اللي هو الايديت والديليت، فبالتالي راح اضغط تشيك على الايديت والديليت زي ما احنا فعليا شايفين. بعد هيك مباشر انا رب يهمني اني اتعامل مع الديتيلز، انا قمت باضافه عندي هون اللي هو ديتيلز فيوز حتى اني مباشره اعمل انسيرت. فانا عندي 3 ستورد بروسيجرز اللي هم ايديت وديليت، او خلينا نحكي ابديت ديليت انسيرت. فالانسيرت راح تكون ضمن عندي الديتيلز فيو، فبالبدايه راح اروح مباشره عندي هنا واغير شكلها زي ما احنا فعليا شايفين. راح اختار عندي هون اللي هو كلرفول، وايضا راح اختار عندي هون اللي هو سورس لها اللي هو انتيتي داتا سورس زي ما احنا فعليا شايفين. انا مهتم فقط اني اعمل اللي هو انيبل انسيرتنج زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي الان راح اروح مباشره على الخصائص اللي خاصه في الديتيلز تمام، اللي عمليا الموجودة عندي في هاي الكنترولز اللي هي details views. وطبعا لاحظ انه فعليا في عندي هنا خاصية تمام، فلو بروح مباشرة على هاي الخاصية، الخاصية بكل بساطة اسمها عندي اللي هو default mode. فبالتالي لو بطلع مباشرة عندي هون على default mode لاحظ انه هي عبارة عن read only، فبالتالي لابد ان اختار عندي هون اللي هو insert. فلاحظ انه اصبح شكلها عندي هون اللي هو insert، لان انا بحاجة لاني فقط اقوم باضافة اللي هو بيانات الموظف، او خلينا نحكي اللي هو النيم والجندر والسلري، في حين انه الاي دي ما في داعي اني فعليا اقوم باضافتها. ليه؟ لانه بكل بساطه الكولوم الموجود عندي هون ضمن الامبلويز تيبل هو فعليا ايدنتيتي كولوم، فبالتالي راح اروح مباشره عندي هون ضمن السورس. لاحظ انه انا هون عمالي بحكي عن اللي هو ديتيلز فيوز ضمن اللي هو الاي دي اوكي الموجود عندي هون. لاحظ انه في عندي هون بروبرتي اسمها insert visible، راح اخلي قيمتها اللي هو false. بعد هيك مباشرة راح اقوم الان بعمل عندي save. فخلينا نروح الان مباشرة نعمل save ونروح على design. لاحظ انه فعليا اخفالي اياها. الان خلينا نروح مباشرة نعمل running الابلكيشن ونتاكد انه هل فعليا راح يعمل لي insert للداتا ولا لا. تمام، فراح اروح مباشرة على الابلكيشن، او فعليا خلينا نروح مباشره على السيلكت ستيتمنت عندي هون على الامبلويز. لاحظ انه فعليا في عندي 7 موظفين. الان راح اروح مباشر اعمل رننج للابلكيشن واضغط على كنترول واف 5. لاحظ انه فعليا الان راح يعمل لي رننج للابلكيشن. الان خلينا نحاول فعليا نضيف عندي موظف عندي جديد.
الآن هنا راح أقوم بإضافة موظف جديد. طبعا بإمكانك إنك تسمي الموظف اللي أنت بدك إياه، فخلينا مثلا نسمي مثلا ستيسي على سبيل المثال، أو مثلا بإمكانك إنك تسمي الاسم اللي أنت بدك إياه جوش على سبيل المثال. الجندر هو ميل، ومثلا عندي هنا 65,000 دولار. الآن قبل ما أقوم بعمل عندي هنا اللي هو insert، خليني أروح مباشرة على السيكوا سيرفر مانجمنت ستوديو، راح أروح مباشرة على tools على السيكوا سيرفر بروفايلر، وبعد هيك مباشرة راح أعمل عندي هنا اللي هو connect، وبعد هيك راح أختار نفس التمبلت الستاندرد، وبعد هيك راح أعمل running للابليكيشن، وراح أكبره زي ما احنا فعليا شايفين. الآن خليني أروح مباشرة على الويب عندي فورم، وأعمل عندي هنا اللي هو insert. لاحظت إنه فعليا عمل لي insert، تمام. ولكن خلينا نشوف، خلينا نيجي نعمل الآن عندي هنا اللي هو stop أو pause لإله، وخليني اروح فعليا اشوف الشكل اللي هو الكويري اللي قام فعليا بتنفيذها. فلو بروح الان مباشره عندي هون، راح تلاحظ انه هذا هو الستورد عندي بروسيجر، راح تلاحظ انه فعليا نفذ ستورد بروسيجر. الان الانتيتي فريم ورك باي ديفولت بتقوم مباشره بعمل اوتو جنريتد لترانزاكت سيكوال، بحيث انه هاي هي عباره عن بارامترايزد زي ما احنا فعليا شايفين. فلاحظت انه ها هي الانسيرت ستيتمنت، وهي فعليا بارامترايزد. لاحظت عندي هون اللي هو ات 0 ات 1 ات 2، واذا هو فعليا ما عمل اكسكيوت للستورد بروسيجر اللي انا فعليا قمت بانشائه. لذلك انا فعليا مهتم، تمام، اني اعمل مابينج ما بين الستورد بروسيجرز اللي هو الكاستم ستورد بروسيجرز والانتيتي فريم ورك. لكن فعليا الداتا تم اضافتها، والدليل على ذلك لو باجي الان بعمل اكسكيوت، لاحظ انه هذا هو جوش اللي انا قمت فعليا باضافه معلوماته. ايضا في نقطه مهمه جدا، لاحظ انه انا لما قمت باضافه اللي هو جوش، لاحظت انه ما ضافوا عندي على اللي هو الجريد فيو، فبالتالي انا بحاجه لاني اتعامل مع ايفنت، تمام. هذا الايفنت هو خاص فعليا بالديتيلز فيوز، فبالتالي لو اروح مباشره عندي هون على الايفنتس، في عندي هون اللي هو ايتم، تمام، انسيرتد. انا مهتم في هذا اللي هو الايفنت، وانا بحاجه هنا فقط لاني اعمل فقط داتا بايند للجريد فيو، تمام. فرح نيجي الآن نحكي عندي هنا اللي هو grid view 1 dot عندي data bind زي ما احنا فعليا شايفين. بعد هيك مباشرة رح اجي اعمل عندي هون اللي هو save، وخلينا نرجع الآن نعمل running للابليكيشن ونتأكد انه هل فعليا راح يقوم بعكسها ولا لا. اوكي، فخلينا نروح مباشرة نعمل running للابليكيشن مرة تانية. build started، build succeeded. راح اقوم باغلاق عندي التاب اللي مفتوح مسبقا. الان راح اقوم بادخال معلومات، خلينا نجي نحكي عندي هون اللي هو تيست 1، الجندر خلينا نحكي مثلا ميل، وسلري مثلا 30,000. نضغط الان على انسيرت، لاحظ انه قام مباشره باضافه الرو على الجريد فيو. اوكي، الان خلينا نروح مباشره ونشوف كيف بامكاننا نعمل مابينج ما بين الكاستم ستورد بروسيجرز وما بين خلينا نحكي الانتيتي فريم ورك. بكل بساطه راح اروح مباشره على الفريم ورك، وبالتحديد على الموديل، والان راح اروح مباشره واختار عندي هون اللي هو الانتيتي، رايت كليك عندي هون، لاحظ انه في عندي هون خيار اللي هو stored procedure mapping، راح اروح مباشره اختاره، راح يحكي لي عندي هون اللي هو functions. الان طبعا احنا بضمن اللي هو الفيجوال ستوديو، وانا هون عمالي بحكي عن دوت نت فريم، عمالي دوت نت فريم ورك، ما في عندي شيء اسمه stored procedure، فبالتالي يقابلها خلينا نحكي function. لذلك هو فعليا قام بوضع عندي هون اللي هو function. الان بحكي لي اختار عندي هون اللي هو insert function، فبالتالي راح اروح مباشره واضغط عندي هنا، وراح اختار عندي هون هو insert employee اللي هو يكافئه اللي هو insert employee stored procedure زي ما احنا فعليا شايفين. ولاحظ انه مجرد ما اخترته قام مباشره بجلب الباراميترز وانواع هاي الباراميترز ضمن السيكوا سيرفر، ولاحظ انه عندي هنا اللي هي خلينا نحكي كباراميترز شو انواعهم ضمن الدوت نت كبروبرتيز. اوكي، الان بعد هيك مباشره راح اقوم الان باختيار عندي هنا اللي هو الابديت، فبالتالي راح اختار ابديت امبلوي. ايضا بالنسبه للي هو الديليت راح اختار عندي هنا اللي هو ديليت امبلوي. اوكي، وطبعا لاحظ انه هون عندي ضمن البروبرتي عمال هنا برمز المفتاح، فبالتالي هي دليل على انها برايمري كي. الان بعد هيك مباشره راح اقوم بعمل عندي هنا اللي هو سيف، وخلينا بعد هيك مباشرة نقوم فعليا بعمل build للبروجكت، وبعد هيك رح نيجي نعمل running لهذا البروجكت. فبالتالي الآن build، تلاحظ ان هون عندي build started، build succeeded. الآن رح اروح مباشرة على web form 1، ورح اضغط مباشرة على control و F5،
وخلينا فقط نشيك الداتا قبل، لاحظنا أن هنا في عندي تيست 1، فبالتالي خلينا نقوم الآن بإضافة عندي تيست 2، فبالتالي راح أسمي عندي هنا اللي هو تيست 2، والجندر خلينا نحكي مثلا فيميل، وعندي هنا مثلا 45,000 دولار. وبعد هيك خليني قبل ما أعمل إنسيرت خليني أروح مباشرة سيكوا سيرفر بروفايلر وأمحي كل شيء موجود عندي هون، وخليني نجي نعمل ستارت اللي هو سيكوا سيرفر بروفايلر. راح أروح الآن مباشرة وأعمل عندي هون اللي هو إنسيرت، لاحظت إحنا فعليا قام بإضافته. خليني نرجع الآن مباشرة على سيكوا سيرفر بروفايلر وأعمل بوز لإله زي ما إحنا فعليا شايفين. اوكي الان فعليا تم عمل له بوز، وخلينا فعليا نشوف شكل خلينا نحكي الداتا اللي قام فعليا بتنفيذها. الان لو بروح مباشره عندي هون على البي ار سي كومبليتد، لاحظ انه قام فعليا بتنفيذ الستورد بروسيجر اللي انا قمت بانشائه اللي هو انسيرت امبلوي، وقام بعد هيك بتمريق فعليا الداتا كبارامترايزد، تمام زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي فبالتالي الان اصبح بيستخدم اللي هو الكاستم ستورد بروسيجر. الان كذلك الامر لو رحت مباشره وعملت مثلا اديت، وهنا مباشره عدلت كابديت. الان قبل ما اضغط على ابديت خليني فقط اشغل الستورد بروسيجر، فعندي هنا اللي هو ستارت، راح اروح مباشره عندي هنا واعمل عندي ابديت. الان لو بروح مباشره على سيكو سيرفر بروفايلر وبقوم بعمل بوز لإله، ومباشره عندي هون لاحظ انه قام بعمل عندي هون اللي هو execute للستورد بروسيجر اللي هو فعليا update زي احنا فعليا شايفين update employee، وقام فعليا بتنفيذ اللي هو الكاستم ستورد بروسيجر. اوكي اذا هذا هو كل شيء بالنسبة لدرسنا لليوم، بتمنى ان يكون درس اليوم واضح وسهل. اخيرا thanks for listening and have a great day.